الخبر الثالث معانا هو قرار بيسمح للسعوديات بدخول الملاعب بعد أسابيع يا جماعة من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات. جاء قرار الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية البدء في تهيئة 3 ملاعب في كل من محافظات الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول المرأة السعودية للمرة الأولى وفقا لضوابط خاصة في عام 2018، وأصبح متاحاً لنساء التواجد في مدرجات الملاعب الكبرى ومؤازرة المنتخبات الوطنية والأندية أسوة بالرجال بدءاً من العام القادم، ويعد ذلك انتصاراً جديداً الحقيقة للمرأة السعودية. وفي طبعاً تطور ملحوظ جداً 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 أصبح دلوقتي إحنا بنرصده طول الوقت في حالة المرأة السعودية، فطبعاً يعني إحنا فخورين جداً ومبسوطين لهذا التقدم اللي هي بتحرزه في الفترة الأخيرة.